بعدين ناخد الحاجات اللي هي الشعب اللي ممكن يحتاجها اكتر يعني. تمام. فانا بشتري شقه على سبيل المثال يعني. تمام. هنا يجب على المواطن ان هو قاعد مع نفسه كده ناوي يشتري شقه. حلو. جنبيها على طول يحط في حساباته انا اشتريها ازاي. هل انا بشتري شقه من مشروع تبع الدوله؟ اعتقد في الحاله دي مانيش محتاج ابحث عن الملكيه ولا عن حاجه، طبعا الدوله اكيد عملت الترخيص اللازم، اكيد الارض ملك الدوله، فبالتالي انا هنا دماغي ما بتشتغلش قوي في مشاكل ما بعد البيع او مشاكل البيع. تمام. طيب اللي هتبيع شركه. حلو. هنفرق هل الشركه دي كيانها له سمعه ورصيد في التعاملات ولا لسه جديده؟ لو شركه لها اسم وقديمه انا يعني الى حد ما ببقى مطمئنه. تمام. لان احنا محور كل التعاملات دي انا عاوز اصل الى درجه الطمانينه. سواء بقى هي شركة سواء هي مواطن سواء أي مكان يعني. تمام. فإذا كان الشركة جديدة والإعلانات نازلة في التلفزيونات وإلى آخره، لا مانع إن أنا أجي أسأل عن أوراقها، سجلها التجاري، الأرض دي تملكتها ولا لأ، واخداها بشكل قانوني ولا لأ، ولا هو وضع يد. طب الشركات اللي بترفض إن هي توريك الورق ده ما اشتريش، يبقى كده شركة. أي مدخل على نسبة مخاطرة فلوسي في جيبي، إيه اللي يخليني يعني أخاطر؟ يعني من حق أي واحد إن هو يشوف السجل كل فندم. حاجة بتاعت الشركة. وهي بص يا فندم، حاجتين يخلوني أخاف وما اشتريش. تمام. إما إنه يحجم عني المعلومة. تمام. إما إنه يغريني قوي في البيع. يدينا تسهيلات أكتر. الحاجتين دول المواطن لازم يفرمل بالبلدي كده. لأن لما يحجم عني المعلومة يبقى أكيد هناك شيء خطأ. صح. يا إما إن هو يغريني أكتر من اللازم. ده القسط هيبقى 100 جنيه في الشهر. ده انا مش عارف هعمل ايه. ده الارض ترى النيل ده ترى لا هنا برضه فرمل. لان اي اغراء دايما وراه مشكله فيما بعد. في برضه من بعض الناس برضه يا استاذ محمد بتاخد الاغراءات او التسهيلات دي كفرصه يقول لك ده حاجه كويسه، ما هو بيجي بعدين بقى يشتكي ويعيط. يجي بعدين يشتكي ويعيط. تمام. وانا بقول دايما ان هو يعني يا اما الانسان هيلجأ للمحامي بعد المشكله. طبعا. يا هيلجأ له قبل المشكله، يعني انت في الحالتين هتلجأ للمحامي. انا من رايي يلجأ في الاول، اوفر ماديا وبقى اطمن ليه، زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. تمام. اما لو انا بشتري بقى من مواطن لسه بيبني لازم برضو اسال عليه، اعرف باني بترخيص ولا لا، الشقه اللي انا هاخدها اللي فيه ناس بتعمل ايه؟ يطلع رخصه باربع ادوار وبعدين يجي خابط ست ادوار زياده. يبقى شقتي يعني في السادس يبقى انا في المخالف. مخالف. احتاط. لازم اعرف وايه خطوره الشقه اللي في المخالف. تمام. مش عشان ان هو بني بدون ترخيص، لا دي مشكله تانية. مش هيعرف يركب مثلا مرافق، قبله مشكله. ايوه. قد تقوم الدوله وتزيل هذه الادوار المخالفه، يبقى انا اصبحت في المزال. تمام. يبقى بحث ما قبل الشراء امر في غايه الخطوره.